دكتورنا خمول، عايز اخرج من حاله الخمول والكسل عندي، اعمل ايه نفسيا يعني؟ اولا لازم نومك يكون مظبوط بالليل. نومك مجهول. مهم جدا 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 انضباط ساعتك البيولوجيه، بمعنى ان انت بتنام، الانسان الطبيعي بينام 7 9 ساعات، لازم نومك يكون مظبوط بالليل. في ناس بتبقى نومها بالليل سيء وبالتالي ما عنده خمول طول النهار، فالنوم اساسي. طبعا. النوم اساسي، وخد بالك النوم طبعا لو ما نمتش كويس انت معرض للخمول والكسل. في طبعا اسباب كتير جدا لقله النوم، ماشي، انما مش ده الموضوع. مش ده الموضوع يعني عالج النوم وبعدين بص على الكسل. واحد نوم. اتنين، الكسل معدي، بمعنى الباترن. كويس. يعني في بعض الناس لما راحوا بره في تلج وفي جنينه، فهم بيجيبوا المصريين، المصريين هو الشعب الوحيد بره اللي بيجيب ناس تشيلوا التلج ويقصوا الجنين. الجيران الاجانب بيبقوا مستغربين جدا، طب انتوا عندكم اولاد كبار ما ينزلوا يقصوا الجنين يعني؟ ده حتى بيبقى واجب انت يوم الحد ده هتغسل العربيه يعني، او هتشيل التلج. فهو نمط سلوكي معدي. لو العيله الاب كسول فالعيله كلها كسلانه. بالظبط كده، فهو نمط سلوكي معدي. النقطه الثالثه مهمه جدا، لو كسلك ناتج عن اجهاد سواء اجهاد بدني او اجهاد ذهني، لازم تعرف سبب الاجهاد ده ايه. لو اجهاد بدني لازم نروح للباشا بتاعنا ونشوف القصه دي. لو اجهاد ذهني او اجهاد نفسي لازم نشوف هل عنده اكتئاب. اللي انت الضغط اللي طبعا كويس قوي انك قلت حكايه الضغط، لان الاسترس، الكرونيك ستريس، ضغوط الحياه، الكروب المزمنه، الكرب المزمن، ده مشكله كبيره جدا. الكرب المزمن ده امر بتحط تحت ستريس فتره طويله جدا، بتفرز كورتيزول وبتفرز نورادرينالين كتير قوي. الكورتيزون قاعد فتره طويله جدا بيعمل لك نوع من باختصار كده، النكد يجيب خمول. طبعا يعني انت لو متنكد يجي لك خمول وكسل. النكد يجيب خمول ويجيب امراض على طول. الكرونيك ستريس، الكرب المزمن، بيؤثر سلبا بشده على ادائك الوظيفي سواء ادائك النفسي او ادائك البدني. طب اعمل ايه بقى عشان اخرج من ده؟ تخرج من ده لازم تعرف سبب الكسل ايه. هل الكسل ده قرار زي ما كان الباشا بيقول كده، انا بروح في الساحل اريح، ده مش كسل خالص، ده راحة. لو الكسل قرار، ده عندك مشكلة في شخصيتك لازم نعالجها شخصيا، ده علاج نفسي. لكن لو الكسل ده ناتج عن إجهاد، لا سيبك من الإجهاد. لا أنا بقالي كم يوم عندي كسل، عندي خمول، نفسيا ماذا أفعل يعني؟ كيف أعالج نفسي؟ ما كيف هتعالج نفسك لو الكسل ده أنت نفسك أخذ قرار تبقى كسول، بتريح، مجهد مش لازم تكون مجهد جهد جسدي يعني. أوكي. لكن لو أنت عندك مشكلة بان انت بقيت تكسل تروح الشغل، انا رايي لازم تشوف هل انت بتحب شغلك ولا لا. بس لان زي ما قلت لك، في ناس بتعمل تهرب المفروض يتعمل بس، وفي ناس ما بتبطلش. يعني انا اشتغلت هنا حققت نجاح، بشتغل اكتر. في بعض الشخصيات بتبقى عرضه انها تبقى، عندنا شخصيه اسمها الديبندنت بيرسوناليتي،